الناس كاملين يخلطوا في السبيطار واحد اخرى في المطار. مرة خرجت خير كملت وقلت يا سيدي طولت يا شيخ اللي كيجي يعزو في الليل يما وكتباركيو في السطح سير 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 مع راسو كبير كامل شي 17 بيهم عندك مرات خاك سير سير انا فيك عجبوني هما سبحان الله كاملين في الشعر حراج ديك الشعر اللي كيجي ديك الشعر اللي كيجي ملوي هما كيدخلوا في 8 الصباح كتباري ما هما كتفرقوا فهمت يا حجاب القضية وعندي كان صغير كان عم بحال تشوف باتشو باقي واقف هنا وراسو كبير يما ملي كتفرح بيه كتزفو حبيبة 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 هذا زيد هضر له رسالة هيدا زمان ومشي السنسور إلا ما هولتي وخاص كانت بليا غيهوت حصل له شارة طلع في السنسور وحدا ما طلع في السنسور قال له زيادة قال لي يومين مشينا لواحد الشركة في ديك لازونفرون ديك الشركة خصك ديك الباج تخشي وباش تلحق الحديدة كتحيد واحد بنت تما هي كدير الباج جا وصل ديك الحديدة وخلص صحاب الترامبي الأيام ديال الانفلونزا الطيور كانوا البيض مابقاش كيتمشى بنادم خاف لان الانفلونزا في الدجاج خاف البيض تيكون فيه الانفلونزيزا مابقاش كيمشي البيض الدولة تخسر مع البيض شنو عملت؟ قالت الترامبية في عدد تخلصوا بالفلوس مشي شي كاس البيضات اعطيهم الشيفور فواحد السلاله ويعطيك الورقه داكشي اللي كان الشيفور حدا واحد السلاله المهم كتجي زينا كتقطع ورقه باش بالبيضات وكتطلع تركن نوضي دخل سالت هو جا عنده كونتر قال له الورقه ديالك جبد له جداده قال له عندي لاكارت قول لا هيدا زمان هادي ما كايناش برا زيدو ولا زيدو عرفتي نزل العشاء يخليو الدجاج ويديهم الحلوف ممكن يجي ابدا حق جاب الاخي عاوز العشاء صلاة زوج مشي يخطب جبت واخا نقطع العام اللي فات في ديك العشاء العام اللي فات كيكونوا ما متيخش ما متيخش كيكسر جوج الحال نص ساعة فهمتي انا وخلاني ناكل هاد اليومين مشينا لواحد العرس المهم نزلوا لنا ديك شنو كيقولوا الصالات ديال الحوت باقا خضراء فهمتي وديك الكامبر ويا الطراق اللي سبحان الله هذيك كامبر كاموس صاهرة كيفاش كاموس هو مشى المطعم فيها دربية قال اعطيني صالات نسوان كنتسنى يجيبوا له العوينه ستيتوين سيوات ستيتوين في ملي سالينا كلينا المهم سالينا وكذا قلت له ردي خذ لك شي باليو قال لي شفاعة الله يحفظك محمرة مشى لواحد الريستوران المهم دخل هنا باش ياكل جابوا له واحد الفريتورة ديال الحوت المهم كلا عمار كرش عمار كرش وبالمزيان ملي جا باش يخلص جبد واحد الصراقة زيتها نزلو لديك اللاطة جا عنده الكاميرا قال له خي عندك 700 درهم قال له كيفاش 700 تما غاش تطلعوا عباد الله شنو هذا شنو هذا الصولات هاك الصول هذا الصول ياك قال له صافي غاش صافي صبر انت واحد الحباب غير ما تفرجناش صافي غير يمشي ما تخلصش واحد السيد من بعد عاد العين عساس عليه لا غدا عاود كيرجع غير كيسبد الكاميرا عاود كيمشي نفس المنظر عاود مزيان اصطلعوا عباد الله لا لا والله الا مزيان تبارك الله ديك الكاميرا كيقول له غيمشي غيمشي بس تاجيت كمش هي سير سير هو اللي خلى لي حد عليه جا عنده قال له خي جمال شي صرا خصني نتغدى به الله يرحمه قال له باقي لي واحد الدبانه نتقهوى به قل له بالله قل له بالله كاينان عرفتي انا لعبت يا مشي مشقى واحد راح كاس قهوه واحد كرواسان يلا بغى ياكل عمل هيدا جبر واحد خانه جبد كيعيط معايا عيط على كاس الحليب جبد كيكس كيس الحليب وكيعط شهاه المنظر عجبو بغى يعمل في حاله جبد ديك الوسخ شاف قهوه عملت له صفت له ديك القهوه زاد الاخر جبدها ونزل مع الصويع عند كمايو قالوا شي كاس قهوه شوف هادي شنو تشرب عافاك الله يرحمها قل له بالله استاذ قرا معايا يا جمال استاذ سقس انا قال له فايتك مع ماينا كنت خمس سنين في التحضيري كتبقى براجل مع استاذ اللي بغى يطلع غير يطلع استاذ سقس وقال لهم وليداتي شنو كيقولوا لنا النجمه الفرنساويه واحد الولد سبحان الله جالس قدامي مشاهد سبحان الله راه هو كيقول لي نوردين ليتوال 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 هذا جالس قدامنا زعما سمعوا قالوا تاوي قالوا ليتوال قالوا عملها جمله قالوا ليتوال اللي خسر فضل قلوا بالله قلوا بالله لا وتالي قلوا بالله وسط رسول الله ضيف ضيف دارك تحدا واحد زعما واحد ضيف دار قال له ما هذه نور في 7 ضيف 19 قال واقيلا ما فهمتش سول ديك واحد رد من هاد الجهه قالوا دابا قالوا واحد وضيف ضاعونا مشي طابلو لهدا واحد السيد المراه ديالو قالت له حشومه عليك وعار عليك عباد الله كامله كتعشى في هاد الناس
مرة تجي نسمة الكبسة، مرة تجي نسمة الطانيني، مرة تجي نسمة الصوبة. نهار واحد عشي نفسي في هاد الناس وديك خانة ميزيري درهم واحد ما كيطلقوش. قال صافي خصك تسعشني، كتعيطني ياك، خصك تخسرني ياك، هاتي نفسك تخسر. مشى جاب واحد جوج بيطات وجا عندها قال لا انا قلي قلي صافي خشي عليا بيطة كنا كناكلو فيها تمنية. قال لك نسبة الكفتة ياك قلي قلي قلي. مشات السكينة فرحانة دخلت منك شكرا، مشات دخلت الكوزينة قالت لك كتوجد العشاء. هو مشى للتلفازة كيتفرج زعما على الشهر غيجوز مضخم اليوم. جات الشاشة من التلفازة طلع كيعدل الانترنا مع كيفاش لقطة طاق عليها في الشرجم. قال لا قلي غا واحدة انا مشيت تبارك الله عليك. واحد بحال هذا سكران الفريق ما يزهق نجح ولدو في الخامس. قال له انا ولدي نجحتي في الخامس انا شريت لك النفاخة يلا نجح في السادس باش نفخالك. دخلت البيت صفر ولدو في الاعداد كيحفظ. قال له برافو ولدي يلا حفظ الدروس ديالك باش الا نجحتي نديك ماكدونالدز تشوف العوا والكياكلو. واحد ناشط ناشط جا الطوموبيل طلع ركب فيها هو يعيط الو هو بوليس ازيو دابا اتسرقت داوني الديليكسيون داوني الراديو بوليس ازيو دابا داوني الليمبراكي فين هو فين هو داوني الكسيراتور داوني بواطا فيتيس ازيو دابا بقى واحد 5 دقائق عيطو قالو صافي ما تزيوجي انا ركبت الله. واحد حاله بو وقت خلى الطاجبري ما شعل فيها العافيه في الكوزينه قال بو ولا الوالد ها. واحد ناصف دخل للدار هيدا فيها الجا عرفتي كيموت بالجا. دخل للدار هيدا ومشى للثلاجه فتح الثلاجه هيدا الفلام بدا كيترعد قال له ما تخافش انا وزن تفاحه زعما. واحد عاوتاني ناشط جبان لي هيدا ومشى للمرايه وبدا كيهضر يا شرفنا وشيلنا وتكلمشنا هيا الزمان باباك يسمع باباك يقول اه المسخوط كيعيا يقول لك ما تجيش كلام ما تمشيش تسول على جدك وتهضر معاه الله يمسخك. وحب راه مسكينه شي بانيه مشات لواحد الفرماسيه قالت له مساء الخير يا وليدي. قال لها مساء الخير لالا. قالت عطيني عافاك واحد جرب طاط النعناع. قال لا لا حنا فرماسي كنبيعو الدهون ما كنبيعوش النعناع. صافي يا وليدي والله ما تعصب بالله انا ماشي قصدي نعصبك انا قصدي النعناع. مشات بحال الله غدا رجعت مساء الخير يا وليدي واحد جرب طاط ديال النعناع. قال الوالد الله يرحم والديك وحنا كنبيعو الدواء ماشي النعناع. مشات بحال هذيك المرة قال مرة كبيرة وجيبانية وجدت لها واحد جرطة النعناع ما كنتي نعطيهم لها ومريت لها ما عنده باس. لا غدا جات ديك الوقت بالضبط مساء الخير يا وليدي واحد جرطة ديال النعناع. قال لها انا الوالد هاك بصحة وراحة هاك هاك بصحتك شبر ديك جرطة النعناع جات بها الفرماسية ويا الدور قالت له العجب فرماسية وكيبيع النعناع. تخش قتلها.